بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المعلمة سناء فرج من روضة ومدارس أكاديمية أوس التربوية. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن درس جديد وفن جديد من فنون اللغة العربية، وهو جمع التكسير. بداية، لو أردنا تقسيم هاي الكرات لمجموعات ولكن بطريقة منظمة، برأيكم شو رح أعمل؟ اللي رح أعمله إني رح أخذ مجموعة الكرات المتشابهة وأحطها في مجموعة مع بعض لحال. رح أخذ الكرات اللي لونها أحمر وأحطهم مع بعض في مجموعة، والكرات اللي لونها أسود رح أحطهم مع بعض في مجموعة. ضل عندي مجموعة كرات ولكن فيها أشكال وألوان متعددة، فما رح يزبط لا إني أحطها في المجموعة الأولى مع الكرات اللون أحمر، ولا في المجموعة الثانية مع الكرات اللي لونها أسود. عشان هيك رح أحطهم في مجموعة لحالهم مع بعض للكرات الملونة. بنفس الطريقة صار مع علماء النحو لما قسموا الجموع لثلاثة أنواع. أخذوا الجمع الذي ينتهي ب ياء ونون أو واو ونون، وتم وضعه في مجموعة لحاله وسمي جمع المذكر السالم، والجمع الذي ينتهي بألف وتاء في مجموعة ثانية وسمي جمع المؤنث السالم. أما الجمع الذي لا ينتمي للمجموعة الأولى أو المجموعة الثانية، يعني لا ينتهي بياء ونون أو واو ونون أو ألف وتاء، تم وضعه في مجموعة ثالثة مع بعض وسمي جمع التكسير، وهو موضوع درسنا لليوم. بداية رح نتعرف على تعريف جمع التكسير وكيفية استخراجه. 2، رح نحكي عن إعراب جمع التكسير وما هي علامات إعرابه. 3، رح نأخذ مجموعة تدريبات لنتأكد من فهمنا للدرس. أولا، تعريف جمع التكسير هو ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير شكل مفرده، وهو للعاقل وغير العاقل. ونعني أكثر من اثنين يعني ثلاثة فأكثر للمذكر، وأكثر من اثنتين يعني ثلاثة فأكثر للمؤنث. صح يا مس، بس إحنا أخذنا الثلاثة فأكثر اثنين، ثلاثة فأكثر للمذكر جمع مذكر سالم، واثنتين يعني ثلاثة فأكثر للمؤنث جمع مؤنث سالم. صح، بس إحنا نسينا شغلة صغيرة، إنه اثنين ثلاثة فأكثر للمذكر يصبح جمع مذكر سالم إذا كان ينتهي بواو ونون أو ياء ونون، غير ذلك يصبح جمع تكسير. وجمع المؤنث السالم اثنتين فأكثر للمؤنث، وهو جمع مؤنث سالم صحيح، لكن إذا انتهى بألف وتاء، أما غير هيك يصبح جمع تكسير بتغيير شكل مفرده. يعني جمع التكسير المفرد عند جمعه يتغير، وليس هناك تغير ثابت لجمع التكسير. أما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم تغيير ثابت، يتم وضع المفرد كما هو ولكن بإضافة واو ونون أو ياء ونون لجمع المذكر السالم. مثلا معلم تصبح معلمون أو معلمين، لم يتم تغيير على المفرد. والمؤنث بنفس الطريقة، طالبة يتم حذف التاء المربوطة وتصبح طالبات بإضافة الألف والتاء، ولا يوجد هناك أي تغير على المفرد. أما جمع التكسير فهناك يتغير المفرد ولا يوجد تغير ثابت، مثل طالب طلاب وكتاب كتب، حصل تغيير على المفرد. لاحظ الكلمات التالية: أبدان، أقرباء، قلوب. ما نوع الألفاظ المذكورة هنا؟ نعم، هي جموع تدل كل منها على أكثر من اثنين. هل هي جمع مذكر سالم؟ بالطبع لا. هل هي جمع مؤنث سالم؟ بالطبع لا. ما مفرد كل من هذه الكلمات؟ أبدان مفردها بدن،
وأقرباء مفردها قريب، وقلوب مفردها قلب. هل حصل تغيير في صورة المفرد حين حولناه للجمع؟ نعم، تغيرت صورة المفرد. نلاحظ أن المفرد تكسرت حروفه وتغيرت، إما بزيادة أو بنقص أو بتغيير حركاته. يعني جمع التكسير بيتغير فيه المفرد من خلال يا إما بزيد أحرف أو بنقص أحرف أو يتم تغيير من خلال الحركات. ماذا نسمي إذن هذا النوع من الجموع؟ أحسنتم، هو جمع التكسير. إعراب جمع التكسير. يعرب جمع التكسير وعلامات إعرابه، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. مثال: التلاميذ مجتهدون هي جملة اسمية، والجملة الاسمية تتكون من المبتدأ والخبر، فالتلاميذ هنا هي مبتدأ، وتعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. انتبه، جمع التكسير يعرب بالحركات. المثال الثاني: يجتهد العلماء لراحة الناس هي جملة فعلية، والعلماء هنا فاعل، ويعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما المثال الثالث: سلمت على الأصدقاء في المدرسة. الأصدقاء هنا اسم مجرور، ليش؟ لأنه سبقها حرف جر، وإذا الكلمة سبقت بحرف جر تصبح اسم مجرور، ويعرب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تدريبات: حدد نوع الجمع في الكلمات الآتية: شعراء، مفردها شاعر. هل حصل تغيير؟ نعم، إذن هو جمع تكسير. معلمات، مفردها معلمة، تم حذف التاء المربوطة وإضافة ألف وتاء فقط، إذن هو جمع مؤنث سالم. أعمال، عمل، مفردها عمل. هل حصل تغيير على المفرد؟ نعم، إذن هو جمع تكسير. رسامون، مفردها رسام، تم إضافة واو ونون فقط ولم يتم تغيير المفرد، إذن هو جمع مذكر سالم. انتبه، شاعر وعمل عند تحويلهم للجمع أصبحت شعراء وأعمال، تغير شكل المفرد كليا ولم يتم إضافة واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء، إذن هو جمع تكسير. اجمع الكلمات الآتية: رجل تصبح رجال، وتلميذ تصبح تلاميذ، وحارس تصبح حراس، وأدب تصبح آداب. أحسنتم. إلى هنا أصدقائي، نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم. ألقاكم في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.